بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. أحيانا تجيك قطعة إلكترونية مهمة اسمها الترياك. الترياك هي مسؤولة عن توصيل التيار الكهربائي 220 إلى أجزاء معينة من الغسالة، سواء الماطور أو الصمامات أو أي جزء يشتغل على 220. فالترياك عنصر مهم خصوصا في ماطور الغسيل باتجاه اليمين واتجاه اليسار. فأحيانا يجي عندك بغسالة الـ LG BCR 8 PM، هذا معناته 8 أمبير يشتغل، بينما المشكلة اللي عندنا هي البوابة الجيت يعني يشتغل على 10 فولت، لازم ما يكون أقل من 10 فولت. هذا من ناحية غسالة الـ LG. بينما غسالة السامسونج مثل ما تشوفون الـ BCR 12 FM، هذه طبعا تشتغل على 12 أمبير، ايضا تيار الجيت لازم العفو الفولتيه الجيت 10 فولت، هاي بالنسبه للسامسونج. فتروح تدور احيانا على هاي الارقام ما راح تلقاها، فراح توقع بمشكله. هنا بعد ما بحثنا واستفادين من خبره المهندس احمد محيسن من مصر، تحيه له، اعطانا هذا الرقم. هذا الرقم يتناسب ويا اغلب الترياك اللي موجوده بالغسالات. هنا مثل تشوفون الاتجاه الاي 1 او T1 T2 اي 1 اي 2 احيانا يسموها، والجيت نفس الاتجاه، فاذا يشتغل على نفس الشيء. الرقم ماله PTA 16B، مكتوب ستاندرد تراياكس، يعني هذا قياسي لاغلب التراياكات. اللي قلنا الشيء اللي يهمنا بانه هو 16 امبير. هذا هسه نشوفه، نلاحظ هنا الداتا شيت القيمة مالته 16 امبير. الشغلة الأخرى اللي تهمنا بالداتا شيت هو الفولتية بالنسبة للجيت، يعني هذا كلش مهم بالنسبة لنا دائما نبحث عليه. هسه نشوف هنا دا نشوفه 1.5 فولت، 1.5 فولت، معناته أنت تقدر تشغل عليه هذا VGT، هذا أي فولت 1.5 فما فوق إذا يشتغل عليه. فهذا يحل لك مشاكل هواية خصوصا بالغسالات. ومع الأسف أنا بأحد الفيديوهات قلت أكو واحد مصلحين من يخلي ترياك يحك الرقم ماله، فالظاهر يعني هذا الرقم مالته، واحتمال بعد أكو أرقام ستاندر تقدر تشوفوها، بس هذا حتى سألت عليه قسم من أخواننا الأصدقاءنا قالوا هذا متوفر موجود الـ PTA 16، تقدر تخليه بديل عن اغلب الترياكات الموجوده بالاجهزه، لانه اقل فولت بالنسبه للجيت يشغل من 1.5 فما فوق اشاره البوابه، ويتحمل امبير كلش عالي هو 16 امبير. فمعلومه مفيده ومهمه جدا من ناحيه تصليح كارتات الغسالات الاوتوماتيك. تحياتنا لكم وشكرا لكم.